بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بسم الله، اليوم غندير لكم واحد الدرس ديال جيلاتين. غنصوبوا هاد الوريدات، هادو هاد الوريدات هما ديجا صوبتهم، كانوا عندي انا كنصوبهم وكنحطهم بشكل كتجي شي مناسبة كنكون ما كاينش الوقت كنقدر نلقى باش نزوق جليل البيت، نزوق البنيات الكنيدرات البنيات الصغار. المهم تيكون بحال هاد الشيء عندي ديجا محطوط، سدورة هاد الوريدات لي موتيف كاع اللي كتبان ليا شي موتيف طاح ليا في البال ديالي كنخدمو. المهم باش نحتاجو لهاد الشيء، اولا غنعرفكم بعدا باشكال د الموزونة. هاد الموزونة شفتي كبيرة شي شوية، كاينة هاد الموزونة هادي رقيقة، هي كاينه هاد الموزونه هادي بحال فيها شي تخاصاج هكا كاين في الداخل ديالها، ربما ما يبانش ليكم. المهم حتى هي شكل زوين كتكون فيها بحال الرسول. كاينه هادي د الوريضه، شوفوا الوريضات دايرين غير صوبير البنيات الصغار في تريكوات ديالهم. المهم المراه تعلم هاد الشيء ما غيضرهاش غير ينفعها، واخا انا تنقول هاد الحرفه ديال الاولاد والبنات ماشي ضروري محتكره غير على النساء. هيا كاريه، وعاد هي ماشي شي سلعه كثيره باش كتقام كثيره، الانسان ياخذ شي حاجه قليله ويصوب يصوب لوليداتو تصوب لراسها. شحال من مره كتجي كتقول لي راني ما عنديش باش نصوب جلابه ولا هذه، الانسان يتعلم تبغي تصوب حاجه ديالها بعدا كتطلع لها موانشر. كاينه هذه كاينه هذه حتى هي باللوينه حتى هي صغيره، كاينه هذه اللي في الخيط موزونه حتى هي في الخيط كتبع هكا طالعه. بغيتي تصوبيها راه تصوبيها، ما بغيتيهاش راه كتصوبها هكا كتبع طالعه للمتر. هذا كاينه اشكال، هي هاد الشكل هذا. مهم فيها اشكال وانواع، انا كنوريكم هاد الشيء غير للمبتدئين، ما تنوريش الناس اللي تيعرفوا. اللي تيعرفوا راه عارفين هاد الشيء كاين في السوق. هادي شوف كبيره قداش. مهم كاينين اشكال وانواع. بسم الله، اول حاجه غنبدا غتبغي تشوفي التراساج ديال الورده، واش بغيتيها كبيره او صغيره. انا خديت هاد الغطايه ديال الشامبوان، تقدري ديري بدرهم، تقدري ديري بخمسة دراهم، تقدري ديري المهم الشكل القياس اللي عجبك. كتراسي دائما في البلاصه، كنوريكم وكنعاود الناس اللي يلاه كيشوفوا الفيديو ديالي ها نتوما، كاينه البلاصه اللي بلاسي وكاينه البلاصه اللي كتلصق. البلاصه اللي كتلصق هي اللي كنرشم عليها، حيت الاخرى كتهرب ما كتخليكش ترشمي. كتقطعي لو سيركل ديالك اللي بغيتي تقطعي كالقياس اللي بغيتي فيه، واخا كيعوج ليك ماشي مشكل، راه انت كتقادي. غنقول لكم واحد الحاجه، بحال دابا كتكوني حليتي هاد جيلاتين ما خصكش تخليه مده طويله. بحال قبيله انا حليته وما خدمتش به، نقدر نلصقو هنا تنرجع ليه. المهم ما خصوش يبقى عريان باش تقدري تخدمي به. انت دابا عندك لو شوا، بغيتي ديري هاد الجهره هادي الوسط، بغيتي ديري هاد السيبوغا هادي، اللي عجبك غديريه الوسط، ما كاينش شي مشكل. اللي عجبك غتخدميه، بغيتي ديري هادي الوسط وتخدمي بها العقيق في الجناب، اللي عجبك. بغيتي ديري الجوهره اللي بان لك مناسب راه كديري، اللي عجبك انت غديري. بغيتي ديري هاد الجويهره صغيوره هادي بالسيبوره، هي كتبان صغيوره، اللي عجبك راه كتخدمي به. نديرو دابا حنا هاد الجوهره، تحاولي تحطيها في الوسط، ها هي تبركي عليها واحد شي شويه باش تشد، حيت الا شديتيه المره الاولى مزيان اما كيبقاش يطيح لك. فهمتي؟ هيا سمحوا لي ما وريتكمش باش كنبداو بهاد التقيبه اللي في الموزونه. هاد الموزونه اللي كبيره كتكون فيها الثقبه في الجنب، ماشي بحال هادي كتكون في الوسط، ماشي بحال هادي ولا هادي كتكون في الوسط. شتي هادي؟ شوف هذيك الثقيبه اللي فيها كاينه في القنت، انا كنجي لديك تقيبه وكنحطها، والاخرى كنحاول نحطها حداها باش ما يبانش هذاك جيلاتين ما تبقاش فيه شي خويه. بغيتي تزحميها بزاف راه كتزحميها، بغيتي تخفيها راه كتخفيها. هانت هاي انتي غدا وكتلصقي في هاد بحال هادي. دابا قد طلع لك باقل ثمن،
ماشي بحال وبغيت تصوبي لوليداتك الله يحسن العوان. كاينين الناس مساكن اللي ما عندهمش كيبغيو حتى هما يفرحوا وليداتهم في المناسبات، كيبغيو يصوبوا بحال هكا، كتكون شي اعياد ولا شي حاجه كتبغي تفرح بنيتها بشي كادو ولا شي حاجه. هذا كاينين الناس مساكن اللي باغين غير يلبسوا. كاع الا ما صوبتيش راسك بعدا راه كتصوبي كتفرحي وليدات اخرين، راه داكشي كله في الميزان المقبول. طلع عليك رخيصه كتصوبي جلابتك باقل ثمن. شحال من مره كتجي عندي كتقول لي اختي ما عنديش باش نخدم، ما خداماش، ما عنديش باش نشري جلابه. انا تنقول لكم العيالات الله يهديكم، راه عطى الله ما يدار الا المراه باقي عندها صحتها. انا ما تنهضر لك، نهضر لك على السيده اللي عندها صحتها وعندها عويناتها تحمد بهم الله وتشكره وتخدم. راه كاين ما يدار، اللي غدير راندا غدير راندا، اللي دير كروشي كدير كروشي، عطى الله ما يتعلم. شوفي الميول ديالك فاش، ما عندكش في الفصاله والخياطه ديري العقيق، ديري جيلاتين، ها هو ما عنده لا برا لا خيط، ها هو كتلصقيه بحال بركه وكت هادو. بعدا انا كنصح بهم العيالات ان شاء الله الا كان شي عطله ولا شي حاجه ما فيها باس يزيدوا وليداتهم يديروا فحال هاد الشيء حسن. يبقى الانسان ما كاين ما يدار، كيمشي لواحد للتليفونات، كيمشي للتلفازه، كيمشي هادو اعمال يدويه تشاركوا وليداتكم فيهم. حنا كنا واحد الوقيته في المدرسه كانوا كيعلمونا بحال هاد الشيء، بس سبحان الله العظيم الذهن ديال الانسان كي انا كنقول لكم في العطل شاركوا معاهم. تبغي تصوبي شي موديل عيطي لوليداتك اجي تصوبي معايا، هذه ما غادي تضرها ما والو، جيلاتين ما فيه حتى حاجه، ما فيهش شي ماده غدر الدراري الصغار ولا هذه. وميم طون كيحس براسو كيصوب، كتحس كيصوبوا له حويجات زويونين، هذا راه كيعتبر فن بحال كيرسم في شي طابلو ولا بحال كيصوب في شي حاجه كيلعب فيها ولا وكتحبوا فيهم هذا. واخا كاع الانسان تقول لها بنيتي صوبي ليا هذه وغادي نعطيك حاجه ولا تنخرجك ولا، انت كتحبب في هاد الاعمال اليدويه. بدينا كنفتقدوهم هاد الايام، ما بقيناش كنشوفوا الوليدات كيصوبوا بحال هادشي. حنا كنا في العطله داكشي كاع اللي تعلمناه في المدرسه كنصوبوه في العطله، حيده على وحيده ما فيها شي حاجه، البنيه كاع تغلط فيها وتعاود تحلها ما غاديش تخسري في حتى شي حاجه. هاد الدويويره لا شيء، الوليدات كيصوبوا غتقولي لها جي وتصوبيها معاها وتصوبي لها جليبتها وتقولي لها جي كيفاش تشوفي كيفاش غنحطوها. هادشي غير في العطل، باش ما نقول لكم قرايه ولا هذه، في العطل حبوا لوليداتكم بحال هاد الاعمال اليدويه. راه كنا كنخدموهم وكان كيكون داكشي زوين وكنصوبوا حويجات اللي فيهم الافاده. دابا ما كاينش الدراري الصغار ما بقاوش كيصوبوا بحال هادشي نهائيا. هانتوما شوفوا معايا هاد الوريضه هادي كي جات، انا جبت لكم جلابه كحله باش تشوفوا باش تبان لكم فيها. هانتي مثلا جلابه انا عندي قديمه غنشدها بحال هكا ونجددها، لا وريضات مايلين هكا ولا غير غاده مثلا ثلاثه وغادي كينقصوا حتى كيجيو بحال تريانجل، ولا ندير مثلا هكايا مثلا هنا جوج وهنا وحيده ونرش فيهم غير واحد السدير، مثلا نجيب جوج حدا جوج حدا جوج هكا. هانتي هذه ديال السواري، ها انا بغات ديرها للعراس وديرها للمناسبه، ها هي بغات دير هذه بحال هكايا. لا هانتي هذه راه قياس وهذه قياس، زيلا بغيتي ديرهم قياس واحد غتقطعيهم كلهم تقطيعه وحده. انا بحال دابا هذه ماشي قد هذه، انا كتعجبني شي حاجه صغيره. انا كنصوب وريدات غير بهذا الفصل الاولاني هذا، كيجيو زوينين. وحاولي تبركي عليها مزيان حيت الا وركتي عليها المره الاولى ما بقاتش غطيح، وإلا خليتي تنشف داك الجيلاتين راه تقدر من بعد طيح لك. كتوركي عليها بحال هكا حتى كيتبت هذا صافي، ما كتبقاش عندك مشكل فيها. هانت كتصوبي فيهم، كتبقي تصوبي وتحطي. الانسان مثلا انت خياطه كتبقي تصوبي وتحطي، ملي كتجي العواشر ولا شي حاجه كيكون الانسان مزروب كنكونوا باغين غير اللي يعاوننا، كتكوني عندك بحال هاد لي موتيف هذا، ديري لهم بواطه ديالهم جمعيهم قليبات وريضات وداكشي، كتصوبي القندوره اولا كتصوبي جلابه كتطلب لك المراه العقيق، وهذوك يكون الوقت ضيق كتقدري تزوقي بهم. شوفي شحال زويونين وعاده لي طاي، كاينه ورده كبيره كتقدري عاوتاني تشدي هذه. انت حطيتيها هنايا في الجلابه مثلا ما عندكش الوقت، حطيتي هذه لصقتيها غتخرجي لها عريشات بحال هكا، عريشات بالمهرس غادي تجيك زوينه. وتزيدي عليها كاع مثلا غتحطيها وتزيدي عليها بحال هكا العريش مثلا، نعطيكم مثال ما
مثلا غتخرج هذه بالعريش هكا، وجيت لهنا مثلا حوليه ندخل جنا مثلا العريش بحال هكا، طيب هنايا مثلا ودورتيها بحال هكا تقدري تحطي ليها هي كاع زرقاء. مثلا بغيتي هذه كتخرجي هذا كتقطعيها هنا ترتقيها بالبرو والخيط ولا باللصقه، كتحطي الحجر كتزوقي الحجر، راه فيه اشكال وانواع. انتي شوفي الكبير ها هو المتوسط ها انت بالسيبورا بلا سيبورا، كتكملي كديري العريش ديالك انتي صوبتي جليليبه زويونه. وهذه خلاص كتجي زوينه هذه بزاف، هذه كتجي زوينه هذه الورطه هذه كتجي هائله. هاهي شكيله زوينين. نتمنى نكون فدتكم بهذا الدرس، ونسالكم الدعاء، وكنتمنى اي واحد بغى يتعلم غير يبدا غير يتشجع. كاع الا ما غتصوبيش راسكم محتاجه للفلوس وهذا كتمشي عند مول العقيق كدي ليه موديلات، انتي صوبي موديلات من راسك ما يكونوش دايعين في السوق، ما يكونوش عند اي واحد، صوبي موديلات ووريه قول ليه انت انا بغيت ندفع لك هادو بشحال غتعطيهم ليا. غتخرجي راسك غادي تشري هذا وتشري السيبور وتشري القياس وخرجي راسك شوفي راسك شحال خرجك، واش داك الثمن ربحتي فيه اولا لا. وسمحوا لي لا طولت عليكم، وكنسالكم الدعاء.